جهاز الفوكال العجيب. اهلا بيكم، النهاردة حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت، على الموسيقى، على الاداء، على كل حاجة، كله. النهاردة هنتكلم عن جهاز ناس كتير بتبعت تسألني ايه الجهاز اللي محطوط فوق على الديسك بتاعك دوت احيانا، وساعات بيبقى على الارض، وساعات بعمل بيه حاجات، فبيحدوا يسألوني الجهاز ده ايه اللي انت بتستعمله، الميكسر. في ناس بتقول لي ميكسر، ناس بتقول لي جهاز، وناس بالفعل دورت على النت وعرفت ايه هو الجهاز دوت وبتسألني عليه عشان اعمل حلقة مخصوص عليه. فانا هعمل حلقة على الجهاز دوت. انا كنت قبل كده في حلقة سابقة عملت حلقة عن جهاز، ممكن تشوفوا الحلقة تاني، عن جهاز بيعمل هارموني مع الصوت بتاع المؤدي او المطرب او اي حد بيعمل اداء صوتي، وبياخد من اي آلة، سواء الآلة ديت جيتار او كيبورد، ياخد منها اللون بتاع الميلودي ويبتدي يعمل عليه الهارموني موافقة للسلم اللي هو بيتلعب دوت او الكورد اللي هو بيتلعب ده بصفة خاصة. فالجهاز دوت انا قلت عليه ان هو بيعين اي حد بيعمل اداء صوتي، ان هو بضغطة زرار بيقدر يحط معاه كورس او تلوين لصوته بحيث يطلع الصوت افضل واداء، خصوصا لو ما كانش معاك ناس بتصاحبك بالكورس او ناس بتصاحبك باداء صوتي موازي للي انت بتعمله. طيب نتكلم كتير. الجهاز دوت من انتاج شركة تي سي هيليكون، اللي هي بالظبط انتجت الجهاز الاولاني وبتنتج نسخة كمان تالتة للمؤدي بس اللي معهوش آلة موسيقية، يعني واخد بالك هو بيختار بنفسه بقى السلم، يعني مش بيترك الآلة تحدده، هو بصوابعه بيكون حاطط هو البرامج بتاعت الاغاني بتاعته اللي هو يعملها او الاداءات الصوتية بتاعته، والجهاز بيتوافق مع الاداء الصوتي دوت. انما الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه دوت ده عبارة عن بدال او دواسة القصاد واحد بيعزف آلة، سواء الآلة ديت كيبورد أو جيتار أو أي آلة بتقدر إنك أنت بتعزفها بإيديك، وفي نفس الوقت بتتحكم في الجهاز ده برجلك في الباتشز اللي هي متسجلة في الجهاز دوت. الجهاز ده بتنتجه شركة تي سي هيليكون زي ما قلنا، اللي هي أنتجت الجهاز الأولاني الصغير دوت، بقى يعتبر الجهاز الأعلى شوية من الجهاز القديم. ليه؟ الجهاز دوت مش بس في تأثيرات صوتية أقدر أحطها، لا خالص، هنتكلم عن التأثيرات الصوتية كمان، الأبجريد اللي فيها أو التطور اللي فيها عن الجهاز القديم. يعني الجهاز ده كمان أنا ممكن أستعمله كجيتار إفكت، يعني هو كمان فيه البدلات بتاعت الجيتار، يعني فيه الإفكتات الرئيسية بتاعت الجيتار اللي ممكن أخلطها وأعمل خلطة للجيتار كمان بالإضافة لخلطة الصوت، بالإضافة كمان إن في عنصر ثالث مهم جدا اللي هو اللوبر. اللوبر يعني إيه؟ يعني حاجة بتسجل، يعني عبارة عن مسجل ديجيتال فعلا. يعني المسجل الديجيتال دوت بيسجل قنوات صوتية وراك وإنت شغال، وتقدر تعيدها تاني وتقدر تعزف عليها حاجة جديدة. الميزة في الجهاز ده إن هو ما عندوش قناة صوتية واحدة بس، عنده ثلاثة. عنده واحدة أساسية تقدر تعزفها من الأول للآخر، واتنين بتبدل بينهم، يعني واحدة في وقت وممكن واحدة في وقت. فالناس اللي بتأدي أداء منفرد معهوش أي آلة تانية، من الممكن الناس دي تعمل عرض متكامل بفرد واحد ويعمل عليه الموسيقى كمان، يبني الموسيقى بتاعته وهو شغال، بحيث ان هي الموسيقى دي تبهر الناس، ايه ده الجهاز البتاع اللي انت بتعمله ده وبيعمل كل الاصوات ديت وانت بتعزف معاه وكده، فده بيبهر المستمع بالذات للناس اللي بتشتغل لوحدها. في ناس كتير بقى ممكن تستعمله، زي مين؟ زي اي حد بيعزف جيتار على المسرح وفي نفس الوقت بيأدي اداء فوكال مع مطرب مثلا او بيغني هو بنفسه، ده اول واحد. تاني واحد بيبقى الواحد بيعزف كيبورد وبيأدي اداء صوتي سواء هو لوحده، يعني سواء هو الليد يعني هو المطرب هو المؤدي، او هو كورس للمؤدي اللي هو هيغني الاغنية الرئيسية. نمرة اتنين. نمرة تلاتة اللي بيسموهم برا الستريت بيرفورمرز. يعني ستريت بيرفورمرز الالة بتاعتهم والناس بتحط لهم فلوس بيجمعوا بالمليون دوت، ان الناس بتقدر تدولهم مقابل العرض بتاعهم اللي بيستمتعوا بيه في الشارع دوت. ستريت بيرفورمر، الستريت بيرفورمر ده ممكن يعني يؤدي الاداء ده لوحده، ويعني اللي هو العارض بتاع الشارع يعني، فانت مش محتاج معكش فرقه، فانت بتقدر تعمل اداء يبهر المتفرج في الموضوع ده. وفي طبعا اللي عاوز يستعمله في الاستوديو بيستعمل التاثيرات الصوتيه اللي جوه ديت بانه بيسجل بيها على الجهاز بتاعنا اللي احنا بنسجل بيه، او الكمبيوتر او الجهاز الديجيتال اللي بيسجل، ممكن انت تاخد منه التاثيرات الصوتيه ده تعالج بيها الاصوات اللي موجوده عندك على الكمبيوتر عن طريق البروسيسور او الجهاز دوت.
فالجهاز ده متعدد الاستخدامات، واعتقد كمان ان هو عالي التقنية، بحيث انك انت عشان تبرمجه وتطلع اقوى ما فيه انت محتاج تتفرج على الفيديوهات الكتيرة اللي عملتها شركة تي سي هيليكون. في ناس كتيرة عملت ديموهات عليه من الشركة نفسها، يعني هم على حسب موقع الشركة نفسه عاملين فيديوهات على اليوتيوب بيفصلوا كل تفصيلة، بحيث انك تقدر تطلع القوة الكامنة في هذا العفريت الصغير اللي جنبك ده. طب نبص مع بعض على الجهاز ده ونشوف ايه اللي موجود فيه، وبعدين نشوف بعض انا مش بقول كل، بعض الحاجات اللي ممكن يعملها لي الجهاز ده ويحسن لي الاداء بتاعي. ده الجهاز موجود على الارض زي ما انا وضحت قدامكم. الجهاز دوت زي ما احنا شايفين كده الشاشة بتاعته دي بتبين لي الباتش اللي انا بستعمله، المعلومات اللي موجودة عن الباتش دوت. الباتش ده طبعا انت بتسجل عليه الاصوات بتاعتك، يعني انت عايز مثلا الباتش ده ليه مواصفات معينة في صوت الجيتار، ليه مواصفات معينة في صوت البشري، وهنوري حاجات دلوقتي لما بتضغط زرار معين بيطلق التأثيرات اللي احنا شايفينها دي. اللي انا شايفينه دلوقتي دي 6 تأثيرات موجودة قدامي على الشاشة بس للتأثيرات الصوتية بتاعت الفوكال، بتاعت الميكروفون. الجهاز زي ما احنا شايفينه عبارة عن شاشة، زي ما احنا شايفين الشاشة دي بتبين لي الباتش اللي انا محطه دلوقتي، نمرة 1 بعد كده نمرة 2 نمرة 3 4، وبقدر بالعجلة ديت اقدر ادور اطلع الباتشز اللي انا عاوزها. المعلومات اللي بتجيلي على الشاشة ديت بتقول لي الباتش ده اسمه ايه، طبعا انا بسميه اسم قريب لان ليه اغنية مثلا انا هعمل بيها الكلام دوت. وقدامي الزرار بتاعت التأثيرات دي كلها، كل ما اضغط على تأثير بيظهر لي التأثير دوت او يختفي من على الشاشة، يعني اون واوف للتأثيرات اللي موجودة. حتى هم كاتبين الاساسيات بتاعتها، الموديوليشن ده اللي بيعمل الكورس، الديلي دوت اللي بيعمل الايكو، الريفيرب ده اللي بيعمل مساحة كأنك بتعزف في مساحة كبيرة، وعندك دبل بيعمل لك الصوت دبل مجوز كأن واحد تاني بيغني معاك بنفس التون، والهارموني انك انت بقى بتركب لغاية 6 اصوات على بعض، يعني ممكن تركب 6 اصوات من صوتك، بياخدوا من صوتك، تعمل واحده 5 واطيه وبعد كده ثالثه وبعد كده ثالثه عاليه ورابعه وسته زي ما انت عايز، لغايه ما تركب 6 اصوات مع بعض، لحد ما تركب الاصوات كلها مع بعض تطلع الهارموني بتاعك ده. بمجرد بتدوس عليه برجلك بيختفي او يظهر. وطبعا الاضاءات بتاعتك بتوضح لك انت موجود ازاي. هنا عندك الزراير ديت هي للتحكم في حاجات مختلفه في الباتش ده. هنشوف دلوقتي ايه اللي نقدر نتحكم فيه. احنا شايفين اللون الازرق هنا عندي دوت خاص بالميكروفون، يعني لو حتى تشوف كمان العلامات اللي موجودة على الشاشة ميكروفون صغير جنب التأثيرات الصوتية اللي هتبقى موجودة دي، بمجرد ما بدوس ضغطة واحدة بتتحول للون الاحمر وبتظهر لي شكل جيتار على التأثيرات، فبيظهر لي التأثيرات الصوتية للجيتار اللي موجودة عندي في الباتش ده. يعني الباتش ده مش صوت بس بتاع بني ادم، ده هيبقى كمان تعديل لصوت الجيتار، فتعديل لصوت الجيتار بقدر احط عليه اللي انا عاوزه، يعني كل التأثيرات عندي كومبريسور وعندي دراي اوفر درايف وعندي ريفيرب وديلي وكل التأثيرات اللي انا بستعملها في الجيتار موجود عندي هنا في الجهاز دوت، بحيث ان اقدر استعملها مع اي عزف جيتار يطلع لي عزف جيتار مميز. طبعا انا بستعمل هنا عشان اتحكم في الجيتار بختار نوع الامب اللي انا بستعمله، يعني موجود امبات كتيرة، وبالزرار اللي هنا بتحكم. شايفين البدلات دي؟ البدلات دي بتنتجها شركة تي سي هيليكون، واخد بالك اساسا بدلات فيزيكال، يعني كانت بدلات موجودة في الحقيقة، هم برمجوا البرمجة بتاعتها جوه الجهاز الكمبيوتر ده، فانا عندي كل التأثيرات اللي ممكن احتاجها عشان انتج تأثيرات للجيتار المختلفة دي. لو انا دخلت على الفوكال مثلا الاقي التأثيرات بتاعة الهارموني، شايفين 5 اصوات هارموني متركبين مع الجهاز زي ما انا عايز، فانا بقدر بالقائمة دي تقدر اتحكم في الخمسة دول يطلع عالي ويواطي مين العالي ومين الواطي، واتحكم كمان في مستوياتهم، يعني كل واحد منهم يبقى له ليفل مختلف عن التاني زي ما انا عايز، وبتحكم فيه الكلام ده كله. برجع تاني يضغط على الازرق فيرجعني تاني على الميكروفون فاقدر اشوف الباتشز بتاعتي. لو انا ضغطت وفضلت ضاغط على الزرار دوت بيديلي اللون اللي احنا شايفينه بنفسجي شوية ده، اللون البنفسجي شوية ده بيديني اللوبر ان انا بقدر اسجل A، فانا ممكن اسجل A بالزرار دوت، وممكن اسجل B
اللي هو ريكورد بي، التراك بي للزرار دوت، وفي نفس الوقت بعد ما بي بتسجل ممكن ادوس على الزرار ده فاقلب بالزرار دوت ما بين، اقلب ما بين البي والسي فسجل السي. فالاي مثلا ممكن احط عليه الايقاع يفضل ماشي الايقاع على طول، بي دوت ممكن احط عليه الكورس، وسي ممكن احط عليه اللازمه مثلا، وانا بعزف الاله بتاعتي كمان مع اللوبر ده. هنشوف كل الكلام ده دلوقتي واحنا بنعزف. ده المايك اللي انا هستعمله في توضيح وجهه نظري عن الجهاز دوت بالعملي. وانا ركبت الهيدفون برضو لاني مش هقدر استعمل المونيتور بتاعت الاستوديو وانا فاتح المايكين، هيعمل لي طبعا دوشه وكده. وركبت الجيتار بتاعي ووصلته بالجهاز دوت، ودلوقتي هنسمع ونشوف التاثيرات المختلفه في الجهاز دوت. أسمر مالك روحي، أسمر مالك روحي، طبطب على جروحي، أسمر مالك روحي. طبعا هم عاملين الجهاز انك انت ممكن ما تغيرش بالدايرة دي، انت تغير اساسا بالبدال فوق وتحت علشان تقدر تغير الاصوات ديت. مثلا نسمع W دوت من غير التأثير. اسمعوا بالتأثير بقى. اسمعوا بهارموني بقى. نسمعوا بقى بالهارموني ومعاه ديلي كمان. جميل مش كده؟ ده مع فيزر، جهاز فيزر متركب كمان معاه. لما بدوس الاثنين بتاع مع بعض بيديني تيونر للجيتار، وبيديني في نفس الوقت ان انا اقدر اتكلم من غير ما احط تأثير على الكلام عشان ما اقعدش اوجع دماغ الناس بتأثير صوتي وانا بتكلم بين الاغاني مثلا. يعني ده مثلا تأثير هيحط لي السبعة بتاعت الكورد اللي انا بغني فيه دوت معايا في الغنى. نسمع السبعة لما تخش هتعمل ايه. لو تسمع معايا السبعة اللي كانت موجودة معايا وماشية مع الخط اللحني اللي انا بغنيه دوت، حاجة جميلة. يعني يعمل لك حتى نوتة محددة من السلم اللي انت بتعمله دوت علشان يغنيه لك، ويحط لك السبعة كمان مع الكورد نفسه. فلا ده بيخلي لك يطفي حاجة كتير، فممكن تضيف الرابعة والتالتة والتانية زي ما انت عايز في الكوردات دي. أسمر مالك روحي، طبطب على جروحي. هنسمع بقى تأثير هيبين لك الاكستريم او الحد الاقصى اللي كان ممكن الجهاز ده يوصل له، انه هيغير صوتي خالص، يخلي صوتي زي المطرب باري وايت. يعني انت متخيل صوتي يبقى زي باري وايت؟ جربوا كده اسمعوا باري وايت شوف هيعمل ايه. كل واحد يخلي باله من نفسه، انا باري وايت. جنان مش كده؟ الموضوع جنان فعلا. يعني لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا
بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ردينا ضاع الخلاص. حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. مفيش حل تاني اني اثبت صوت، الصوت ثابت ورايا، استمتعوا بي كده. الصوت ثابت ورايا، الصوت ثابت ورايا، مستمتع بي كده، ما بيتغيرش ورايا. وممكن تثبت سيستم على سلم الميماجير، وتلعب بلوز بقى لوحدك على سلم الميماجير. تأثير بيدي امتداد صوتي، هنسمع الهارموني هتعمل ايه، حاجة شغل جميل قوي ورا يعني. لما يبقى عندك كورس من الستات بس مجوش يعني انت تقدر تغير الصوت تعمل واحده ست يعني. في العكس بقى، لو رفعت صوتي فلو تخنت الصوت ممكن يتخنه هو نفسه يعني، زي ما احنا باري وايت يعني. هو اللي حصل ان هو نزل الصوت اوكتاف، يعني نزل الصوت بتاعي اوكتاف، فبقى صوتي زي باري وايت يعني. صوت اوكتاف داون. الملاحظ اصوات جيتار جميله، ممكن كمان اطلعها بالجهاز دوت يعني. هو مالتي افكتس للجيتار وفي نفس الوقت مالتي افكتس للاصوات، يعني الجمال بتاعي. هنا الجيتار is it cold in your little corner of the world. You can roll around the globe, never find a warmer soul to know. ده تأثير بيقول اسمه بادل، يعني انت بتثبت نوتة في حتة من تحت وبتاع لو تقطع عليها ساعات، فبيطلع تأثير البدال اللي هو بدالات الأورج بتاعت زمان، بتاعت الأورجات اللي كانت موجودة في العصور الوسطى في الكنائس، بيثبت نوتة ويلعب نوة تانية من فوق فتعمل نوع من الهارمونيا. لو صحيح مشتاق محال، لو صحيح مشتاق لبعد الطال، ليه بتكسى علي وتقول له انا محال. ده بقى صوت الجيتار اللي معايا يعني.
نجرب بقى اللوبر اللي ممكن استعمله في ان انا اعمل لوب شغالة واقدر اعزف معاها يعني. بالبيت دوت اقدر اخبط برجلي التيمبو اللي انا عاوزه. فتسعة وتلاتة وتسعين بيت بير مينيت. ممكن اخش في صوت تاني كمان وانا بعزف معاه يعني. كانت محاولة لتوضيح جهاز التي سي هيليكون فويس لايف 3 اكستريم علشان نوضح الامكانيات اللي هي فيه. انت بعد كده بقى اطلق لنفسك العنان والخيال. عن نفسي انا لما بستعمله في اختيارين يعني. لما بخرج لوحدي
ببقى مثلا مؤدي في حفلة خاصة أو حاجة لوحدي، بستعمله بأن أنا ببني هارموني ورا شغلي أو ببني شوية حاجات بسيطة جدا. مش طبعا مش هيبقى العمل كأني فرقة طبعا، وإلا طب ما أجيب فرقة وخلاص يعني، واخد بالك؟ هو لازم برضو تخلي بالك إنك كده تحاول ما تبقاش فيك يعني، تبقى حقيقي يعني. فبحاول أعمل حاجات تاتشات معايا مع الفوكال ومع العزف، بحيث يخلي المستمع اللي قدامي يرى الموضوع مثير يعني، واخد بالك؟ ما بخلي بالي من النقطة دي كويس. او لو كنت مع فرقة حقيقية فعلا، فانا بستعمل الفوكال بتاع اللي هو الهارموني بتاع الفوكال في ان هو يدي ابعاد جديدة لصوتي في المناطق المعينة اللي انا بختارها وبصممها عشان تطلع الاغنية بالظبط حلوة زي ما انا عاوزها يعني. فاتمنى ان انا اكون وضحت الجهاز دوت، وفي اذن الله الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنوري اجهزه تانية كتير كل ما نقدر علشان نوسع افق العازف. حتى لو ما كنتش انت هتستعمل الجهاز ده، فانت عندك علم دلوقتي ان في اجهزه في السوق ممكن تعمل حاجات زي دي وباسعار كويسه. واشوفكم الحلقه الجايه.